وكانت عائشة رضي الله عنها جوادة كريمة جدا جدا، ليس في يديها شيء إلا بذلته، بخلاف ابن أختها عبد الله بن الزبير اللي احنا كنا نتكلم في قصته من شوية، كان ممسكا، فكان برضو إيه يعني ما بيبذلش المال بتاعه قوي. فكان عائشة رضي الله عنها لها عقار نفيس كده وبتاع، قامت بيعاه موزعا في القراءة. فبلغ ابن الزبير أن عائشة فعلت هذا اللي خلفه، قال لتنتهين عائشة أو لأفعلن كذا وكذا، يحجر عليها. فقالت عائشة أو قد قال ذلك؟ قالوا أجل. قالت نذر علي ألا أكلمه. والحديث ده في الصحيح، يبكيك لما تقراه، كل واحدة تقراه يبكيك. فحاول عبد الله بن الزبير ان هو يصالحها، ابدا نذر، والانسان اذا نذر شيئا يصير النذر في حقه واجبا زي الفرض بالضبط، عشان كده الصح الواحد ما يندرش، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج من البخيل، ما بيطلعش الفلوس صدقه ولا كان دواتي، يقوم يخليه ينذر عشان يطلع الفلوس منه. لكن نهى عن النذر ليه؟ لان الشريعه سامحه، مش عايزه تكتفك اكتر ما انت متكتف، انت متكتف بواجبات، فما تجيش انت تحط كمان عليك تكتيفه اخرى، واجب اخر لم يفرضه الله عليك. لكن عائشه نذرت قطيعه ابن الزبير، قعد يحاول عبد الله بن الزبير ويستشفع لها بكل شفيع ويرفض تمام. فجعل يقول في الناس انه لا يحل لها ان تنذر قطيعتي، وشق عليه ذلك. فكلم اثنين ممن يعني تحبهم عائشه، وحبوا يعملوا حيله، قاموا جايبين عبايه واسعه، وهم الاثنين نزلوا تحتها وحطوا على الزبير وسطهم، وراحوا يستأذنوا على عائشه. قالت من؟ قال فلان. قالت رحم الله أباك، وانت مين؟ فلان ابن كذا. أيوة ابن كذا، رحم الله أباك. قال أندخل؟ قالت نعم. قالوا له كلنا، عايزين نعمل حيلة كلنا. قالت كلكم، وهي لا تدري الحيلة اللي هم عاملينها عشان يفضوا بقى الخطيئة بتاعت عائشة مع ابن زبير. قاموا داخلين بيه، أول ما دخل احتضنها واعتنقها وجعل يبكي ويقول إنه لا يحل لك أن تنذري قطيعتي وآخر الكلام ده. فلا زال يناشدانها الله تبارك وتعالى حتى رضي، وأعتقت في هذا النذر 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت النذر بكت وتقول إن النذر شديد ازاي تفكه، مع انها النذر يتفك، يعني انت لو نذرت نذرا وعجزت عن الوفاء به فالامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. كفارة اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن يجب صيام 3 ايام، اقل حاجة انك تصوم 3 ايام عشان تفك النذر اللي انت اتكتفت بيه، وده يبقى مخلص. فعائشة رضي الله عنها اعتقت 40 رقبة في هذا النذر.